قام رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دكتور بدر المطيري يرافقه نائب رئيس البعثة محمد المطيري وعدد من المسؤولين في البعثة بزيارة تفقدية إلى مقر الحملات الكويتية في المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة، وذلك للاطلاع على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال حجاج دولة الكويت. وقد أشاد رئيس بعثة الحج الدكتور محمد المطيري بالاستعدادات والتجهيزات التي تمت في مقار الحملات، مؤكدا حرص البعثة على متابعة كافة شؤون الحجاج وتوفير أفضل الخدمات لهم. وبفضل الله حمده الجماعة ما قصروا، الأمور لله الحمد جاهزة وترتيب، وإن شاء الله الأمور كلها ميسرة بإذن الله. عسى الله يتقبل من الجميع الحجاج إن شاء الله، وتمشي الأمور إن شاء الله برحابة وسعة من غير مضايقات للحملات أو الحجاج الكويتيين بإذن الله.